بأجواء العيد وبأجواء الفرحة ورغم كل شيء رح نعيد، ولكن السؤال وينك بالميلاد؟ هالسؤال اللي بيحمل صرخة لقلب كل موجوع، وبيحمل أيضا صرخة وطنا للإله المتجسد يسوع المسيح. بهالعنوان وبهالترنيمة الرائعة اليوم بشرفني وبسعدني أن يكون عم بستضيف الفنان الأولى القسطى والشاعر نعمان الترس. صباح الخير. صباح النور، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك، أهلا فيك خلينا أستاذن نقول. أولى. اليوم صرخة وينك بالميلاد رح نعم نسمعها بعد شوي، نعم بس قبل ما تغنيها أو تصليها وترتلها اليوم بظل ميلاد 2020 اللي بيختلف عن كل أيام وأعياد الميلاد اللي قطعت أو ما بعرف اللي رح تقطع اليوم، أنت هيك بس قريت هالكلمات لشاعرنا الكبير نعمان الترس، العفو. كيف حبيت هالصورة تكون فعلا عم تنقلها لكل مين رح يسمع هالترتيلة؟ يسعد صباحك. اول شيء ما اريد الكلمات، قلت له بدنا نصرخ انا وياك، قام هو صرخ. حلو، هو صرخ ايمان مطلق. هو صرخ وانا تبنيته. شفت كيف؟ يعني في كذا مرحله، يعني بطريقه التعاطي انا وعزيزي وصديقي وخي نعمان، هي انه بقول له بدنا نعيط، ان كان بالوطن، ان كان بدنا نتحدى المسيح، بدي اتحداك لك وينك؟ شايفه بطريقه. سالته قلت له يا عمي ما فيش انه العالم لاهوتيا ممكن يزعلوا منك، كيف عم تتحدى؟ قال لي موجودي باللاهوت، تتحدى المسيح، على تتحدى ربك على اللي عم بيصير، توعيه يمكن يكون طلع بهالبقعه من الارض. وقال مش معقول هالقطعه تكعيني، معنى الحكي انه كثير عم بيصير اشياء خارجي عن ارادته. بدي ارجع اوعيه انه انا نحن هون ما تتركناش، نحن خلي قلبك على لبنان. بقى هذا صرخناها، انا صرختها بصوتي وبشغلي الموسيقي وتبنيا لهالكلمه الحلوه كثير يلي فيها صرخه ونقمه وبنفس الوقت رجع مثل ما تفضلت. حلو كثير. الشاعر نعمان الترس، كتبت الدنيا كتبت لها مصيره علمنا نقرا، بس كيف استلهمت هالكلمات وكيف قريت من بعد ما كتبت؟ حلو، قريت من بعد ما كتبت، يعني عم تفتح لنا الشعر بشعر. خليني صبح عليك وعلى الحاج الاولى وعلى كل اللي عم يشوفونا. مثل ما تفضل الحاج، هي صرخه، هي صرخه. يعني رجع لي مشهد اللي عم بيوعوه بالسفينة وعم بيهزوه شوي هيك، هالرسل قالوا له أما يهمك أننا نغرق. يعني في صرخة على طول بالصلاة، في صرخة على طول بالتوجه لهالإله المتجسد. باللي عم بتقوله ايه، مش عم قله الحق عليك وحدك، عم قله الحق علينا بمطرح بدنا نعرف نقرأ. يعني ساي عم صرخ، بس عم صرخ لانه الحق علي. في نكته بتقطع مره، قال له شخص عم يعترف عند الخوري، قال له يا ابونا علقان انا والله، قال له حبيبي روح تصالح انت وياه اكيد الحق معه. بقى الخبريه انه انا عم بصرخ له بس بالوقت ذاته عم قل له فتح لي عيوني، بدي اشوف شو عم بيصير. مش فاهم شو عم بيصير، مثل ما العالم كله مش فاهم شو عم بيصير، انه بس اكيد في شيء عم بيصير واكيد لازم لنا نعرف نقرا ونفوت ورا الاحداث ونشوف وين بده. الله ما بيخلص الخبريه الا بخلاص، الا بنهايه حلوه، نشوف وين بدنا تنتهي هالشيء، حلو، وين بده يوصل الخلاص. رح نقرا سوا بعيون الله ونسمع ايضا هالموسيقى مع الفنان أولى القسطى، نسمع هالترتيلة وأكيد من بعدها نرجع لنغوص فيها أكتر وأكتر، بعدنا بالبداية. يلا. وينك بالميلاد أول
لك صرنا بعاد وضعنا بتاني ميل معتم كل شي هون وعي سبح الكون عم يخنقنا الليل دنيا كتبت لها مصيره علمنا نقرا يلجيت بعيلي فقيرة تحنن عالفقرا يا ملك اللي المسود عرشو يلي ما بتنام يا معنا ملوك بيمشوا عدموع الأيتام شايف هالوجع مقابيلك جاي ميلادك صليلك يا طفل المسود داخلك غير هالقيام بيحكوا بالسلام كلام بكلام ألم وحزن وجوع واقع مر وصعب طالع صوت الشعب خلصنا يسوع دنيا كتبت لها مصيرة علمنا نقرا يلجيت بعيلي فقيرة تحنن عالفقرا يا ملك اللي المسود عرشو يلي ما بتنام يا معنا ملوك بيمشوا عدموع الأيتام شايف هالوجع مقابيلك جايب ميلادك صليلك يا طفل المزود دخيلك غير هالأيام دنيا كتبت لها مصيرة علمنا نقرا يا ملك اللي المزود عرشو يلي ما بتنام يا معنا ملوك بيمشوا عدموع الأيتام هالصوت نقول اللي صليت فيه وصرخت فيه بس مثل ما قلنا بإيمان ورجاء برأيك هيك اللي رح يسمع اليوم واللي رح يسمع الجوع الفقر الأيتام يعني كل هالمشاهد المؤلمة اليوم اللي بال 2020 ما ضل شيء بعد يمكن بس في النيزك اللي صورناه بعدنا ما بعرف قديش نط بعد ما خلصت السنه بعد ما خلصت برأيك كيف اليوم هالدعوه لنقدر عن جد نطلع بسلام اكبر وبمعنى حقيقي للعيد بال 2020 لك حبيبي وقتها انت حكيت قلت انه هيدا الميلاد اللي مارق علينا ما بيشبه اي ميلاد انا بقول لك انه على مستوى الشعب اللبناني الانسان اللبناني بتاريخنا المعاصر اقله من وقت اللي نحن وعينا جيلنا وعي على الحياه ويمكن بلش يبني عائله ما بعتقد في بلد في شعب هالقد افقه واسع هالقد معلم وين ما بتكبه بكل الناس معاني اكثر من الانسان اللبناني مع احترامي لكل القضايا اللي عم بتكون حوالينا يلي في لها اسباب ثانيه واخرى وجوارير ثانيه نحن المؤذي اكثر بكثير وقت انت بقلب بيتك يجي حدا يغرمشك يعني انت عم تتطلع تلاقي انه ضمن 30 40 سنه يلي هي نحن عمرنا طلعوا مسؤولين اللي مرقين علينا هن نهبيننا هن السارقيننا هن مهبجيننا هن مفقريننا ووصلت لهلا الشغله للاخر يعني هيدي الماساه البشعه يلي بتحس انه مش هلا نتيجتها تفجرت نتيجتها تفشت بس لك قديش صار لهم قديش بريق هالشعب اللبناني يلي وين ما بتكبه بيطلع نمره أبضاي بس طلعت انه هو السيستم اللي عنده بالبلد هو اللي مكسره كرمال هيك رجائنا اكتر بالميلاد هيدا اللي هو اصعب شيء يعني فترة الانفجار اللي صارت هيدي لازم يكون مرجعنا هيدي تعتبر اعمق شيء ممكن يكون هالميلاد هو اعمق شيء اعمق لحظه يمكن تاريخيه وجوديه لحظه تاريخيه نحن يكون عندنا هالشخص اللي عم نقول له وينك بالميلاد وينك بالميلاد شو وينك بالميلاد وينك بالميلاد تشوف هالزعران اللي عم بيصير هذا خارج عن ارادتك
وينك عم بتحديه مثل ما قال لي نعمين بعد ما سألته أنا خفت من الكلمة، قال لي ما تخاف هجوم، وهجمت بصوتي بكل شيء. بس أنا بلاقي أعمق ميلاد عم نعيشه هو السنة، وأحلى ميلاد بالرغم أكيد من الضحايا اللي صارت آخر فترة يلي هي مش عم نقدر نبلعها أبدا، بس صلواتنا كلها سوا. وأنا رح كون الله راد بليلة الميلاد بمرم خايل عم بعمل ريسيتال، ورح أقولها القطعة كمان الله راد. حلو. نعمين اليوم نرجع هيك مثل ما كنا عم نحكي، عم نقرأ هالأحداث، بس عم نقرأ يمكن برجاء، وأحداث 2020 علمنا نقرأ. ما بعرف أنا هيك حبيت كتير هالكلمتين لأنه فيها دعوة لنرجع نقرأ بختام هالسنة شو صار معنا، بس فيها دعوة للخروج، الخروج عن العروش والخروج إلى الضواحي مثل ما بيقول بابا فرانسيس. نرجع نلتفت قدي فعلا هيك كنت عم بتحط بيها الدعوة زيتك وإيمانك بهالوطن، وأنت شاعر وكاتب يعني عم بتحس عم تشعر مع مع شعبك. يعني أنا بسؤالك بوسع على اللي تفضل فيه خي نقولة. الصرخة حاضرة، الصرخة موجودة. يعني الوجع بدنا إياه يعلمنا، ما بدنا إياه بس يخلينا نصرخ بمعنى الصرخة الفيشي، بدنا إياه يفوتنا لصميمنا لدواخلنا. مرات بنسأل ليش عم بيصير هالشيء، ليش عم بيصير هالشيء. يعني بأحداث وقت صار عندهم تفجر البرج بأمريكا بال2001 كانوا عم يسألوا ليش عم بيصير فينا هيك. بعدين طلع الجواب من أشخاص شفافين عندهم، قالوا لهم يا جماعة نحن سمحنا بالإجهاض، نحن سمحنا بالحرية الجنسية للولاد الصغار، نحن سمحنا بالزواج المثلي مع جدليته، نحن بمطرح من المطارح كمان قلنا له لله اطلع من مجتمعنا ومظهر. هلا ما فينا نقول ليش عم توقع علينا مصيبة، بمطرح من المطارح كل واحد منا كلبنانية نحن اليوم بدنا نتحمل مسؤولية، بدنا نتحمل مسؤولية حياتنا. الفساد اللي مثل ما قال الحج وصلنا من هالطغمة الحاكمة، عدينا بمطرح بدنا نسأل انه هالمواطن اللبناني دخل على حياته الفساد، صار منطقه الواسطة، صار منطقه الغش، صار منطقه يستفيد حساب الوضع العام كله سوا، صار منطقه يحتال. بدنا نرجع نفكر، بدنا نرجع نتعلم نقرأ. حقيقة بنرجع نتعلم نقرأ يعني. صح. حج دائما منشوفك ببصمة إيمانية، بنغمة روحية، بدعوة دائما إلى الصلاة، ومنصلي مع صوتك. بس بدنا نعرف شو هالسر اللي بعتقد من أنت وصغير كان هيدا اللقاء مع الكلمة المتجسدة، كان اللقاء مع يسوع، بس ليش بعدك محافظ عليه؟ وشو عم يعطيك بحياتك الفنية؟ هيدي مسلك حياة، هيدي قناعة، هيدي واقعية، هيدي عدم سكر بمطرح. يعني الواحد أوقات كتير بيطلع من هالمواضيع الجوهرية بحياته، يمكن مكربج بمطرح معين بده. يعني هيدي شغلة انتبه، أنا بعانيها كإنسان وكباي وكعندك مطرب وعندي حفلات، ويعني لكن الخيار قديش حساس حتى في فترات. الخيار أصعب بهالمهمة، مش أصعب، خيار مستحيل. في ناس بيصير مستحيل تقدر تفوت هالموضوع، وبمطرح من المطاري أنا عم بدفع ثمنه. بس الثمن مش الثمن، النتيجة المثلى يلي هي بحس إنه كتار بيحسدوني عليها، إنه قدرت أنا أخلط بين الكل بطريقة كتير كيف بدي أقول لك إياها، حذرة، لأنه أنا بلشت بالكنيسة. أنا طلعت أول ما صرخت رفعت عيني، كنت عمري أول 9 سنين أول قرباني، رفعت عيني وضاجت الكنيسة شو هي، كان حجمي صغير وعمري صغير وصوتي كبير، وصاروا كنت الله يرحم أمي مثلا قاعدة هكا بتسمعني، المرة اللي حدها بالأول قرباني قالت لها صوته حلو هالصبي، قالت لابني انه هذا ابني. يعني من وقتها انا اول شيء بطبيعه صوتي
ما بقدر امزح، يعني صوتي في مثل ما حللوه كتار، في وقار، في رهبه بصوتي، ما في غني لا كلمه ضعيفه ولا مضمون ضعيف. وبنفس الوقت انا ابن كنيسه، عندي شكر لربي وعندي نوع من امتنان على هالنعمه اللي عطاني اياها. وكل ما اكون عم رنم او عم رتل او عم غني او عم اقول موال او عم شو ما كنا عم اقول، يقولوا لي بتنقلنا، يعني بنكون عم نسمع لنقول عم نقدس بنحس حالنا صرنا عم نصلي 20 مره زياده. يعني اعتبرت انه دوري ما بيخصني لحالي بعد، حلو، ما بيخصني، يعني منه ملكي لحالي. وهيدي استمرت بحياتي بخياراتي. وطبق الموضوع لارجع عند نعمان، طبق الموضوع بفرصه حلوه كتير برجع بستذكرها، لان انا وفي بامضاء كتاب لاحد الشعراء الاصدقاء ايسر مخايل بزغرتا، التقيت فيه الانسان عرفني علي ايسر، وصارت القصه صارت طبيعه الكلمه اللي فيها رساله. ما في صلاه غير ما في رساله، ما في غنية غير ما في شيء، مش بس رقصنا. كرمال هيك اوقات كتير اذا بدك تجاريا بحت شوي بعاد نحن على الفكرة، شوي بعاد. ليش؟ لانه كل غنية ممنوع تمرق صف كلام، ما بتزبطش صف كلام على الكلام، لانه لا الصوت بيلبق له هالقد يكون فايش، ولا الكلمة اللي عم يكتبها وطريقة كتابتها غير ما يكون في شيء هادف بدك تعبر فيها. هادف هادف بدك تدل على شيء الى الصميم. يعني ما ياما في ملوك بيمشوا على دموع الايتام، دموع الايتام. مثل ما انت علقت على قصه علمنا نقرا، في كتير ناس بكتهم هيدي، ياما في ملوك بيمشوا على دموع الايتام. صحيح، بكتهم. ياما عندنا ملوك بيمشوا، يعني في شيء بدك تمرقه. بالصلاه في سياسي وفي انسان، وبالانسان في سياسي، بس على طريقتنا الشفافه الحلوه مش على طريقتهم اللي ورطونا اياها. حلو كتير. أنا بقول الحاج نقول صوته صلاتي. صح. يعني في أصوات بيلبق أن تسبح، بيلبق أن يدعونا إلى الصلاة. إيه يعني حتى إذا سألت الحاج نقول وقال لك أنا ما بصلي، إذا هو ما بيصلي صوته بيصلي، يعني في يكون هو الحمد لله. الحمد لله. والرسالة أنه بيخلي غيره يصلي، مثل ما النغمة والصوت أيضا الكلمة. بدي أعبر معك اليوم مسيرة هيك هالميلاد، كان فيها كتير كلمة لا تخف، لا تخف يا يوسف، يا زكريا، يا مريم، لا تخافي. قدي هيك اليوم انت وعم تكتب هالكلمات، اكيد يعني من هالواقع اللي عم نعيشه، كانت ايضا هالنغمة عم بترافقك انك توصل هالكلمة لا تخف، لانه حسينا بين هالكلمات فيها دعوة الى خلص بقى خلصنا خوف. في عنا صرخة، بس صرخة لإله حي عم يسمع، مش يمكن مسؤولين مسكرين دينيون. قدي هيدا البعد كان حاضر؟ يعني بتعرف أعتق شيء كان ينقال هيك بمجتمعنا بين جدودنا، كانوا يقولوا الشكوي لغير الله مزل. وهو كلمات هيك مش عبثيات، هو جايين من بعد إيماني ومن وجع ومن معاناة. وإذا طلعنا بتاريخنا كله سوا، ما تاريخنا بيشبه هذا الوقت كمان. تاريخنا في سلسلة اضطهادات، في سلسلة جيوش اجت احتلت هالبلد. صحيح. في سلسلة عذابات. نقرأ التاريخ. نرجع نقرأ التاريخ. 100%. وإذا طلعنا على الميلاد ذاته، روي، على الميلاد ذاته، الميلاد صار بوقت كان في شعب محتلهم لهودي الناس اللي كانوا ناطرين مخلص على طريقتهم. هلا يمكن هلا اخر شيء طلع اللي محتلنا مزبوط هو خطيتنا، هو فسادنا. ما نحن اليوم مش وطن محتل، بس مين محتلنا؟ اقولك محتلتنا فكره الشيطاني، هالفساد، هل يعني هلا كنا عم ندردش، قلت له ما بدنا لبنان يكون محاوله وطن، ما بدنا اياه يكون محاوله وطن. هيدي صرخت. شو قلت لي قبل الهواء؟ قلت لي شو؟ نكشفها يلا. وطن ما خلق. شو؟ كأنه وطن ما خلق. يعني بعدنا بالمخاض. كأنه وطن ما خلق. نحن بالمئوية الأولى. حج اليوم هلا ذكرت. ما بدنا هاي السلبية، ولكن بدنا نقول الكلمة الصعبة تنشوف شو فينا نعمل. يمكن تنهز. كل واحد منا قادر يعمل شيء. تنهز. أكيد. اليوم حاج يعني هيك ذكرت هالمئوية للبنان وهالوطن، وانت بصمة ايضا من علامات هذا الوطن. قدي اليوم بعدك مؤمن بدور لبنان لما تحمله وتطلع على الخارج وتعلي الصوت وتغني وتخلي فعلا الناس
يرجعوا خصوصا بهيدا الحنين، وخصوصا اللبنانية يرجعوا للإيمان بهالأرض. إذا بدك نحن الفنانين آخر خرطوشة صرنا، آخر خرطوشة بأي معنى، لا اللي عم تحكي للاغتراب عم ننقل هالصورة البريئة الحلوة اللي بيحبوها الناس، لأنه اللي عم نشوفه هلأ من عدم ثقة، من نقمة، من عتب، من كل شيء، كل شيء سلبي على قد الحلم. انت بتزعل كتير لانه حلمك على قد وعد، على قد قديش كنت موعود. ما بتزعل بالمره لانك انه مش مستنزل منك شيء، انا كرمال هيك ما بزعل، بس بزعل كتير وتكون موعود كتير. حلو. يعني هيدي الشغله هالقد، ما بعرف اذا الحق على بيت الرحباني او على وديع الصافي او على اللي كتبولن هالقد حطونا بلبنان، مش بس المخلق، لبنان الخلق والمجزر بمعلقنا، حطونا بالشعر الحق عليهم بالمحبة. عم قول قديش حطونا بحلم بشعرهم وبأسلوبهم وبمسرحياتهم وبلبنان وين ما نروح. يعني برجع بقول أنا عندي ثقة كبيرة. جوابا على سؤالك، في إحباط صحيح، لأنه نحن بالنهاية من هالناس، وينتبهوا العالم ورا شاشاتهم والمسؤولين ينتبهوا انه الفنانين يلي بيقول انا فنان، يعني هو مع احترامي لاحساس الاخرين هو حساس كتير، وبنفس الوقت عنده رغبة المؤامرة، المؤامرة المقامرة على طول. انا بلعب قمار بمعنى انه بلعب سولد اوقات، حتى يمكن بمصير ولادي اذا في عندي غنية بدها توصل فكرة شعب براهن عليا، ولو شلت اللقمة من تم ولادي لحتى انا راهن عليا. يعني يعرفوا انه منا من الناس اللي لمجرد حطينا الميكرو او حكينا شعر على المنبر، يعني نحن مرفعين وعايشين بس على الخبز والماي او من الهوى منعيش. نحن اكتر شيء الفنانين هلا بالوقت الحاضر يتعاطوا الفن البكار الواسع، بيتضرروا اول شيء وبيمشوا اخر شيء. يعني هلا كل العالم شوفير التاكسي عم ينزل، تبع البوسطه عم ينزل، عم بيقولوا هالدعم مدري قديش وكذا مدري قديش، كل العالم عم تشتغل ما عدا الفنانين. يوعوا لهالشغله، يوعوا، لانه الفنان هلا اكثر خاسره رخوه هو الفنان يلي بده يعطي فن وهو اتكال عليه فقط لحتى يظبط صوره لبنان بالخارج. 100% هلا المسؤوليه اكبر بغنيته عليه. بفنه وبضحكته بابتسامته يلي ولو كان هو مذبوح من جوا، لانه مسؤولين العالم عن فرحه، ولازم يكون هو رسول فرح مش رسول حزن. يعول المسؤولين. حلو كتير. رسول فرح مع استاذ نعمان، مع هالكلمه اللي دائما بتحطنا قدام واقع، دائما يمكن واقع ضبابه، او ذكرت يمكن هالوطن اللي بعده عم بهالمخاض، مخاض الولاده، بس اكيد يعني في رجع لهالولاده اليوم بهالمئوية للبنان الكبير. واليوم دور الشاعر أو الكاتب أو المؤلف هو إنه يكون عم بيوثق هذه الحقبة. برأيك اليوم إذا هيك حبيت إنك ترجع توثق وتكتب 2020، شو بتكتب فيها؟ يعني بالآخر ما فينا، يعني كنت بقول لهم كلمة بهالوقت، بقول لهم ما بدنا نموت على الواقف، بعدنا واقفين وبعدنا عم نمشي وبعدنا عم نتنفس. هلا مرات عم نتنفس من الكمامة أكتر الوقت، بس في مطرح بدنا نفتح أفق، في مطرح بدنا نفكر إنه في شمس جاي وفي بكرة جاي. هذا الشيء صار صعب، إيه مثل ما عم بيقول السيزن الأولى، إيه صار شيء صعب وصار شيء عم بيطالنا كلنا سوا، وصار شيء عم يتحدينا كلنا 100%. بس بده يدل عنا خيار نخترع هالأمل ونعيش فيه. مرات بدنا نخترعه، مرات بدنا نألفه، مرات مش موجود، بدنا نعيش مثل ما كان عم بيقول عن الرحابني، ومثل ما قالت فيروز مهما تأخر جاي. يعني هيدي بدنا نفكر انه في مطرح رح يرجع يدوي. مرات بيساعدنا انه نتذكر مثل ما كمان حكينا انه مرق وقت أصعب. 2020 كانت محطة صعبة بكل العالم، بكل الدنيا. الكورونا عطلت العالم، عطلت الاقتصاد العالمي. لما نشوف هالمشكلة بأبعادها الأكبر بتهون يمكن شوية علينا. صرنا ايه حاطين راسنا بين الروس مثل ما بيقولوا. يقطع روس، بس لا مش رح ينقطع راسنا، لأنه كمان نحن أبناء الرجا، كمان صرختنا بترتيلة الميلاد هي صرخة رجا.
يعني ما بيتسكر هذا الرجا ولا بينقفل. يعني انا بتذكر مرات بتعرف شو بتاخذني على الرسول بولس، بتاخذني هاي السنه بيقول بمطرح هلا كان عم بيصير علي اضطهاد وعم بيصير علي، يعني كان موجوع الزلمه وكلهم ضده، وحتى بيقولوا انه رجم وما مات رجع. بيقول حتى لك الجمله شو حلوه، بيقول حتى شعرنا انه محكوم علينا بالموت لئلا نتكل على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات. الله الله، يعني هاي قصيده، هو شعر قديم مربوط. حلو حج اليوم هيك بختام هيك حديثنا، وبعد هيدي الصرخه وينك بالميلاد، قولك خليني هيك اقول رح تلاقي الجواب انت قبل المشاهد. اول شيء تعقيبا على اللي سالته لنعمان بقصة 2020، هو بيشوفها انه لبنان بالالفين بالمية الجاية بده شو؟ نتفة حب. تعرف شو نتفة حب؟ يلي هي غنية عملناها كمان، قلت له بدنا نشوف الاستقلال على طريقتنا يا عمين. قام بعت لي نتفة حب ونفذتها وعملناها غنية كمان، لا بالفتنة لا بالقوة ولا بمنطق حرب، لبنان اللي بدنا هو بده نتفة حب على المستوى الداخلي. أنا بالنسبة لي جاي أسألني سؤال، وينك بالميلاد؟ في جواب؟ في جواب أكيد. نحن عقد ثقتنا هيدي الصرخة، لأنه هو موجود. انتبه، نحن أولاد الرجاء ونحن ما بدنا نشكك ولا بدنا لحظة نشكك بالنهاية. لو ما نحن عندنا أمل إنه نحن أول شيء بلدنا بيحكموا ناس إنسان بالنهاية، بس كلهم ما في شك إنه في أوقات كثيرة لحظة ضعف إنسانية بتخليك تغلط، بس الله خلقك أنت على صورته ومثاله، يعني أنت إلى حد ما كامل، يعني لحظات ضعف، لحظات إذا بدك هالخيمة تبع الدولة، يعني الوهرة، ليش بتروح لبرا بتمشي مثل الشاطير على الإشارة؟ بدك مين يضل يرجع يهزك ويقول لك إيه وينك؟ إيه ما بتفكر تكب شيء على الطريق كذا، ليش؟ لأنه صح. في ضابط معين بيقول لك لا ما بيسوى، احترم غيرك. هيدي الشغله ناقصتنا بالبلد، وقال البلد مليان قوانين بدك تنفذها بس. مزبوط. بقى نحن ما بنقول له وينك ابدا، غير ما نقول له وينك مثل ما قال، هيك نوع من انه هزت، بدنا تطليعه مميزه شوي. حطوا اللبناني بده يكون مميز مع ربه، كمان بنطلب منه انه يشوفنا مميزين خاصه بالحاله هيدي. نعمان وينك بالميلاد، انا لما هيك قريت العنوان فكرت هي دعوه لكل شخص وينه هو بحدث الميلاد. هلا مثل ما قال لك نقولها، عم بيقول لي انه شو بدنا نقول له لإله هو وينك، بيقول لك قلت له ايه بدنا نقول له لإله هو بيحب هيدي هلا يتاخد وجهين، وين كل واحد منا بمسيرة هالميلادي بده يتخوف ويضل بهيدا الرجاء وبهيدا الايمان الى المغارة. مزبوط. لانه نحن قلنا بتاني جملة اولك صرنا بعاد. ايه حلو كتير، كمان عم نسأل حالنا معه، عم نسأل حالنا انه هي كمان انه شايف هالوجع مقابلك، لك شو بيك انجزه، لك شو بيك طلع، انه حلو تأنسن الموضوع مثل ما يعني فعلا تأنسنه وتقونه بهيدي اللحظة. وعم نخلص باللازمة تنقل له غير هالايام، لانه مش ايه؟ لانه عم يجربوا يغيروا، خي ما حدا عم تزبط معه، ما حط ايدك. الفنان اولى القصة والشاعر نعمان ترس، انا بدي اشكركم اليوم على هالحوار الميلادي اللي هزلنا هيك قلوبنا، مش بس بالكلمة ولكن بالنغمة، وأجمل شيء لما يتكامل الصوت مع الكلمة بتكون أجمل لوحة. وقلت لي حاج أنه كمان أنت اللي نقلت هاللوحات وأنت اللي تبعتهم مع الشمعات ومع النجوم. أي أنا الفيديو، أي أنا أصلا الغنية كلاما خينا نعمان، ومن الكلمة وطلوع على الصورة لتطلع لعندك على الشاشة، أنا شغلي كلها سوا. هاي من منافع كورونا، انتبه. يعطيك ألف عافية، بدك تشوف مواهب جديدة. أهلا وسهلا فيكم وعيد مبارك وميلاد مجيد. أهلا وسهلا على الجميع. عزيزنا المشاهدين بريك، وأكيد بآخر فقرة خليكم معنا ما بعد هذه الفقرة الإعلانية.